قدس اللي واحد امين حلقه جديده من تساؤلات كتابيه وهنبدا النهارده بسؤال مهم جدا واحنا بنستكمل كلامنا عن الاسينيين هل السيد المسيح كان من ضمن جماعه الاسينيين ده لانه يعني عاش زي ما هم كانوا عايشين وعمل كتير من الامور اللي تتوافق مع فكرهم اللي كانوا عايشين وبيعلموهم اول حاجه جماعه الاسينيين كانت منغلقه على ذاتها لكن السيد المسيح كان بيجول المدن والقرى مبشر وكارز بملكوت السماوات وبالتالي في في الاول فروقات كبيره جدا تؤكد ان المسيح لم يكن من جماعه الاسينيين تعالوا بس اقول لحضراتكم ايه هي الاستنادات او الادله اللي البعض بيقولها عشان يثبت بيها ان السيد المسيح كان من الاسينيين هناخد كل واحده كل الدعاء وكيف يكون الرد عليه واحد قالوا ان السيد المسيح اعتمد بمعمودية يوحنا وده كان مشابه للإختسالات الكثيرة التي كان يمارسها الأسينيين في ذلك الوقت الرد بقى عليهم يكون ازاي واحد المعمودية اللي نالها السيد المسيح من يد يوحنا المعمدان تختلف خالص خالص عن الممارسات الإختسالية أو يعني الاستحمام اللي كان بيقوم به بي الأسينيين يعني معمودية يوحنا كانت بتتم مرة واحدة بس لكن إختسالات الأسينيين كانت بتمارس يوميا كذا مرة معمودية يوحنا كمان كانت من أجل التوبة والسيد المسيح تمم هذه المعمودية نيابة عننا أما الاختسالات عند الأسينيين كانت من أجل نظافة الجسد فقط كمان الأسينيين بيأكدوا على ضرورة الاستحمام قبل تناول الطعام لكن التلاميذ بتوع السيد المسيح جم في مرة مرات كانوا بيأكلوا وإيديهم ما كانتش مغسولة والناس لاموا السيد المسيح إزاي تخلي تلاميذك يأكلوا هم إيديهم مش نظيفة الأسينيون كمان غالوا جدا في حفظ يوم السبت بطريقه حرفيه لدرجه ان هم قالوا ان لو حصل اي مثلا حيوان وقع في حفره او انسان كان طالب المعونه في يوم السبت سيبه يهلك او سيب الحيوان يموت لان حفظ السبت كرامه اعظم. لكن السيد المسيح عمل كثير من معجزاته وعمل الخير يوم السبت في اكثر من موضع. يقول لك بقى ايه ثم قال لهم السبت انما جعل لاجل الانسان للانسان لاجل السبت حسب مرقس 2 طب في دعاء تاني يقول لك بقى ايه السيد المسيح كون مجموعه من 12 تلميذ وده كان متبع في النظام الاسيني الاسينيين كان ليهم مجلس بيتكون من 12 شخص يبقى كده ده من ضمن ادله ان المسيح كان بالاسينيين الرد عليه يكون ازاي اول حاجه الكلام ده لا يعد دليل ان السيد المسيح كان من ضمن الاسينيين لإن رقم 12 كان من الأرقام المفضلة والمستخدمة كثيرًا عند اليهود. يعني مثلًا شهور السنة العبرية 12 شهر، ساعات النهار 12، وكمان عندنا عدد الأسباط في العهد القديم كانوا 12. كمان كان في 12 حجر كريم موجودين على صدرة رئيس الكهنة. كمان كان يوضع على خبز مائدة الوجوه 12 رغيف. كمان إيليا النبي بنى مسبح من 12 حجر. وأقام سليمان بحر النحاس على 12 سور مسبوك، وكان لسليمان 12 وكيل. يبقى هنا رقم 12 ده ما كانش اختراع الآسينيين، ده كان موجود أصلاً في العهد القديم في كثير من أمثلة، إحنا قلنا بس بعض الأمثلة اللي كانت بتستخدم أو يستخدم فيها رقم 12. يبقى ده هنا مش معناه آه إن المسيح كان من الآسينيين. طب في كمان آه يعني ادعاء اخر يقولوا باقي إيه. السيد المسيح قدم لتلاميذه الخبز والخمر كما كان يفعل الاسينيون طيب الرد يكون ازاي اول حاجه ان السيد المسيح كان مقدم الخبز والخمر على اساس ان دول يتحولوا لجسده ودمه لكن الاسينيين ما ابدا بمبدا تحول الخبز والخمر الى جسد ودم كمان السيد المسيح في الحقيقه آه يعني قال إن جسد الدم ده يغفروا الخطايا لكن الأسينيين ما قالوش ابدا إن طعامهم يغفر الخطايا بصوا السيد المسيح يقول باقي يقول كده خذوا كل هذا هو جسدي ويكمل اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا ده مختلف خالص عن اللي بيعمله الأسينيين طب في كمان ادعاء اخر بدون السيد المسيح شبيه بمعلم البر اللي اسس جماعه الأسنين وكان معلم البر ده يدعو تلاميذه الى بر الناموس. في الحقيقه معلم البر عند الاسينيين كان من الصدوقيين من نسل هارون، لكن السيد المسيح جه من سبط يهوذا. كمان السيد المسيح هو الاله المتجسد اللي جه من اجل خلاصنا اللي اتولد من غير زرع بشر من امنا العذراء مريم. السيد المسيح كمان كان بيدعو الجميع للتوبه، قال لهم بقى ايه؟ وبيدعو الجميع ايضا ليه مش بس للتوبه. قال لهم باقي انا هو الطريق والحق والحياه عشان كده الاسينيين ما ينفعش يكون السيد المسيح منهم ما شفناش مثلا ان الاسينيين اتسموا على اسم معلم البر لكن فضل اسمهم الاسينيين او حسب التسمية بتاعتهم لكن المسيحيين دعيوا باسم المسيح نقطه كمان مهمه قوي بيقول بعض المدعين ايضا اهتم الاسينيون بحياه التلمذه ومدة الاختبار اللي كانت بتستمر ثلاث سنين ممكن بعدها الشخص يفشل في الالتحاق بجماعة الأسنين ويذهب من حيث جاء الوضع ده مختلف مع السيد المسيح السيد المسيح لما اختار التلاميذ ال 12 أو حتى السبعين رسول قعد معاهم ثلاث سنين علشان يعلمهم مش علشان يختبرهم وبالتالي هنا الفترة بتاعة الثلاث سنين ونص اللي قضاها السيد المسيح مع تلاميذه ورسله كانت من أجل التدريب والتدريب على دين السيد المسيح السيد المسيح لا يقبل أحد ثم يرد خارجا مرة أخرى زي ما كان بيفعل الأسنين طيب قال لك كمان أن الأسنين كانوا ما بيتجوزوش وما كانوش بيحضروا حفلات الجواز وقالوا كمان أن من ضمن أقوالهم الأسنين يعني أن من يتزوج يرتكب خطية النجاسة فليقيم بينهم وأن النساء دول كانوا يعني هم بيشوفوا كده إن هم في الحقيقة كانوا بيعكروا صفو هذه الجماعة الروحية وكانوا بيستخدموا ولادهم في إن هم يعملوا يعني دوشة ويعني يعكروا صفو فكرهم ونقوتهم ده إدعاءاتهم. السيد المسيح في الحقيقة ما حرمش الجواز بدليل إن السيد المسيح نفسه عمل أول معجزة ليه في عرس قناة الجليل. وكمان قال كده بولس الرسول تلميذ السيد المسيح ليكن الزواج مكرما عند كل واحد حسب عبرانيين 13 4 وقال كمان في غلطة ثلاثة لا فرق بين ذكر وانثى اذ ان الجميع واحد في المسيح وكان الكثيرون من اتباع السيد المسيح من متزوجين يعني بطرس الرسول نفسه واحد من ضمن ال 12 كان متزوج والكثير من المريمات المتزوجات كانوا مع السيد المسيح وكانوا دول يعني آآ زوجات آآ في كمان ادعاء تاني يقول لك ان الاسينيين كانوا بيحرموا التعامل مع المراه هنا بقى عكس السيد المسيح لسه قايلين اهو كان كثير من المريمات اللي بيتبعوا السيد المسيح كانوا يعني متزوجات والسيد المسيح كان بيتعامل معاهم ولا يحرم التعامل معاهم ابدا في ايام تواجده على الارض طيب في كمان ادعاء تاني يقول ايه الاسينيين دول كانوا بيعيشوا حياه الشركه وكان محرم على الاسيني ان يتناول اي طعام اتعمل او تم طهيه خارج الجماعه هنا بقى ده عكس المسيح السيد المسيح عاش مع تلاميذه حياة الشركة دخل بيوت خطاه وعشرين وأكل وشرب معاهم وما كانش فيه أي مشكلة لدرجة أنهم قالوا عن السيد المسيح هو إنسان أكول وشرب خمر يبقى هنا ما ينفعش نقول عن السيد المسيح كان من ضمن جماعة الأسنين أيضا الأسنين حرموا التعامل مع الأشرار أو التناول مع طعامهم أو القعاد معاهم لكن السيد المسيح كان بيدعو الجميع عشرين وخطاه وقال كده لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى اعتمد الأسنين كمان على السلوك الظاهري والنواهي والعقوبات الصارمة تجاه أي شخص مخطئ لكن السيد المسيح هنا نادى بالغفران والصفح وقال إن إحنا ما بس سبع مرات بل سبعة في سبعين هنا الفكر مختلف تماما هختم بـ يعني بتشبيه اخر او بادعاء اخر يقولوا ايه؟ الاسينيين غالوا جدا في تقديس اسم الله لدرجه قالوا ان اي حد يقول اسم يهوه لازم يموت. الاسينيين كانوا متطرفين جدا. لكن السيد المسيح علمنا لما نيجي نتكلم عن ربنا نقول ايه؟ ابانا الذي في السماوات. احبائي يوجد ايضا الكثير من الادعاءات احنا خدنا بس عينة منهم عشان نرد ونقول انه السيد المسيح لم يكن من الاسينيين السيد المسيح لم يتكلم عنهم من قريب او من بعيد الاناجيل لم تدون عنهم اي شيء من قريب او من بعيد عشان كده لما حد يجي يدعي شيء افتح كتابك المقدس الاول، ادرسه كويس قوي، هتلاقي ان هذا الكلام لا اما صحيح لا اما خطا، احنا مش بندافع عشان وجهه نظرنا كده، لا، احنا بندافع ان دي تعليم الكتاب المقدس كده وتعليم ابائنا الرسل والتلاميذ كده. السيد المسيح ولا مدحهم ولا ذمهم ولا قال اي شيء عنهم ولا مفسرين الكنيسه قالوا شيء عنهم، طب ازاي يكون السيد المسيح واحد من ضمن ناس هو ما جابش اي سيره عن هؤلاء الناس. طيب هنا في سؤال لازم نختم بيه الحلقه دي في الحقيقه. البعض يقول ايه؟ هل تاثرت الكنيسه بالفكر الاسيني فاخذت منه حياه الشركه والتجرد من الممتلكات؟ يعني هل الحياه الرهبانيه مثلا في المسيحيه دلوقتي اتاثرت بهذا الفكر الاسيني؟ المؤرخ والنقد رينان يقول ايه؟ ليست المسيحيه سوى شكل من الاشكال الاسينيه قيد لها النجاح على نطاق اوسع، يعني كانت اكثر حظا يعني. في الحقيقه هذا الكلام ايضا خالي تماما من الصحه. حياه الشركه عند الاثينيين كانت تمثل قانونا لا يجب او لا ينفع او لا يجوز مخالفته. لدرجه انه كان اي شخص يتغيب ثلاث مرات عن الاجتماعات بتاعتهم بدون اذن يتعرض لعقوبه وعقوبه صارمه كمان. وكان اي شخص يلتحق بالاثينيين كان يجب عليه ان يقدم كل ممتلكاته ويسلمها ل هذه الجماعه هنا مش بيقدمها عن طوعية لا ده اجبار. ده عكس حياه الشركه في الكنيسه. الكنيسه الاولى حياه الشركه فيها اختياريه وما كانش في وصيه انجيليه ملزمه ان المسيح يروح يبيع ممتلكاته ويضعها تحت تصرف الكنيسه. الناس لما عملوا كده في اورشليم كان تصرف اختياري. وحياه الشركه في الكنيسه هنا حاله من حالات الكمال المسيحي للي عايز ده، للي قيمته الروحيه تجيبه لده. عشان كده نلاقي مثلا معلمنا بطرس الرسول في قصة حنية وسفيرة لما حكاية بيع الحقل يقول لها إيه بقى لما هو عرف إن هي كذابة أليس هو باقي كان يبقى لك ولما بيعة ألم يكن في سلطانك يعني ما هو كان معاكي أصلا ما حدش أكبرك تجيبيه ولما بعتيه ما كانش لازم تقولي إن كل ده ثمن الحقل كنت ممكن تقولي ده جزء من ثمن الحقل دي حاجة بتاعتك أنت لكن أنت مشكلتك أن أنت إيه كذبتما على الروح القدس عشان كده برضو نقول ان في مثال توضيحي طالبوا الرهبانه في المسيحيه اللي اختاروا حياه الفقر الاختياري دول بيتصرفوا في املاكهم كيفما يشاءوا يعني مش بياخدوا أملكهم يروحوا يتنازلوا بيها للدير لا هو بيتنازل عن ممتلكاته يروح يبيعها يعمل هو عايزه كيفما يشاء مش بيضم هذه الممتلكات او الاملاك للدير بحيث انه يدخل الدير وهو لا يملك شيء الاسينيه بتقوم على مبادئ وتعليم مختلفه خالص يعني اهم حاجه الاسينيه عندهم المبادئ والتعليم والوصايا والفروض بتاعتهم هي دي اللي بيقوموا عليها لكن المسيحيه ما بتقومش على كده المسيحيه بتقوم على المسيح نفسه المتجسد والقائم من الاموات وكاسر الخطيه اللي كانت متملكه علينا عشان كده يقول في الحقيقه البعض ان الاسنيه هي عباره عن مجرد مرحله انتقاليه او تمهيديه ما بين اليهوديه والمسيحيه لكن المسيحيه لم تقتبس من الاسنيه كما يدعي البعض احبائي في كثير من التشكيكات في كثير من الادعاءات بيكون مطلوب مننا بس ان احنا نفهم قوه الكلام وسلامه التعليم اللي احنا نملكه في الكتاب المقدس وسلامة التعليم اللي احنا استلمناه من ابائنا ومن اجدادنا جيل بعد جيل حتى يكون لنا الرجاء ان نجيب كل شخص يسالنا عن سبب الرجاء الذي فينا بقوه وبحكمه وباستناره ولرب المجد ما بين الابد امين